السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، النهاردة إن شاء الله سنة رابعة هنكمل مادة الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسي الثاني الوحدة الرابعة مظاهر الحضارة المصرية القديمة. وطبعا أنا أخدت في الوحدة دي أخدت درسين، أول درس فيها هو نظام الحكم وتاني درس الحياة الدينية. طب النهارده هناخد ايه؟ النهارده هناخد الدرس الثالث الحياة الاجتماعية. حياة اجتماعية يعني عادات وتقاليد المجتمع المصري القديم. هعرف فيه ازاي المصري القديم كان عايش، وازاي كان عايش مع اسرته، وكانت الاسرة مكونة من ايه، وكمان المسكن بتاعه كان ايه. تمام كده؟ يلا نبدأ واحدة واحدة كده مع بعض في الدرس. اول حياة مظاهر الحضارة او مظاهر الحياة الاجتماعية. مظاهر الحياة الاجتماعية. طب يا ترى مظاهر الحياة الاجتماعية هتتكلم عن ايه؟ قال لي اول حاجة هتتكلم عنها الاسرة. اول حاجة هتتكلم عنها الاسرة. طب تاني حاجة المسكن، البيت اللي بيعيش فيه الاسرة. يبقى اول حاجة الاسرة، تاني حاجة المسكن. طب تالت حاجة عندي، قال لي تالت حاجة هنتكلم عنها هي الاعياد والمناسبات الخاصة بالمصريين القدماء. يبقى اول حاجة الاسرة، تاني حاجة المسكن، تالت حاجة الاعياد والمناسبات. طب رابع حاجة عندي، قال لي الملبس والزينة والرياضة. الملبس والزينة والرياضة. طب خامس حاجة عندي، قال لي دور المرأة في مصر القديمة. هعرف المرأة كان دورها ايه في مصر القديمة. يبقى هنا تتلخص مظاهر الحياة الاجتماعية في مصر الى اربع حاجات. اول حاجة الاسرة، تاني حاجة المسكن، تالت حاجة الاعياد والمناسبات، رابع حاجة الملبس والزينة والرياضة، أما آخر حاجة هنتكلم عنها دور المرأة في مصر القديمة. تمام. طب تعالوا نشوف دلوقتي أول حاجة عندي في مظاهر الحياة الاجتماعية. أولا الأسرة. يا ترى الأسرة المصرية القديمة كانت مكونة من إيه؟ قال لي إنه منذ أن استقر الإنسان المصري القديم على ضفاف النيل وكون الأسرة التي تعد النواة الأولى للمجتمع. تمام كده؟ يبقى هنا منذ أن استقر الإنسان المصري القديم قديما على ضفاف النيل بدأ ان هو يكون في القرى والمدن، وكمان زادت الروابط الاجتماعية وبدأت تحدد كل من واجباته وحقوقه نحو المجتمع. طب تمام، الأسرة مع استقرار الإنسان المصري القديم على ضفاف النيل كون الأسرة، والأسرة دي بتعد النواة الأولى للمجتمع. وهنا السؤال بيجي يا سنة رابعة ويجي يقول لي برهن تعد الأسرة النواة الأولى للمجتمع. هقول له ليه؟ هقول له لأن هي كانت بتتميز بحاجات كتيرة جدا يا سنة رابعة. أول حاجة كانت بتتميز بيها الأسرة هي الترابط الأسري. الترابط الأسري. يبقى أول حاجة الترابط الأسري. أول حاجة الترابط الأسري. طب تاني حاجة، قال لي تاني حاجة عندي التعاون فيما بينهم، التعاون داخل الأسرة. كل فرد من الأسرة بيتعاون مع باقي أفراد الأسرة. يبقى أول حاجة عندي الترابط، وتاني حاجة التعاون. يبقى أول حاجة عندي الترابط، تاني حاجة التعاون، طب تالت حاجة قال لي الاحترام المتبادل بين الزوج والزوجة. الاحترام المتبادل بين الزوج والزوجة. يبقى هنا الأسرة المصرية القديمة كانت تتميز بإيه؟ بالترابط والتعاون، الاحترام المتبادل بين الزوج والزوجة. تمام. طب رابع حاجة عندي، قال لي رابع حاجة عندي إن حرص الآباء على تربية أبنائهم وتعليمهم السلوكيات والأخلاق الحميدة. بيربوهم تربية سليمة وحميدة على الأخلاق الحميدة. يبقى هنا حرص الآباء على تربية أبنائهم وتعليمهم السلوكيات والأخلاق الحميدة. يبقى هنا لما يجي يقول لي برهن، تمام كده، تعد الأسرة النواة الأولى للمجتمع، هقول له حيث تميزت بالترابط والتعاون والاحترام المتبادل بين الزوج والزوجة، وحرص الآباء على تربية أبنائهم وتعليمهم السلوكيات والأخلاق الحميدة. يبقى هي النواة الأولى للمجتمع الأسرة. الأسرة. يبقى دي أول حاجة عندي، الأسرة تعد النواة الأولى للمجتمع. ليه؟ لأنها تتميز بالترابط والتعاون والاحترام المتبادل بين الزوج والزوجة، وحرص الأبناء أو الآباء على تربية أبنائهم وتعليمهم السلوكيات والأخلاق الحميدة. أول حاجة عندي الأسرة. طب تاني حاجة عندي، يبقى احنا هنا زي ما قلنا إن مظاهر الحياة الاجتماعية الأسرة، تاني حاجة هتكون المسكن. كان شكل البيوت عندنا عند المصريين القدماء زمان كانوا بيبنوا بيوتهم من إيه؟ قال لي من حاجة اسمها الطوب اللبن. من إيه؟
الطوب اللبن اللي هو طمي النيل يا ميس، اللي هو طمي النيل، كانوا بيجيبوا الطينه اللي موجوده حوالين النيل وكانوا بينشفوها في الشمس، فديت بنقولوا عليها الطوب اللبن، بنقول عليها الطوب اللبن. يبقى لما اجي اقول لك هنا اكمل، بنى المصري القديم مسكنه من الطوب اللبن اللي هو الطمي النيل، وتميز بالبساطة، يعني الحاجة ما كانتش زي البنا بتاعنا دلوقتي عماير كبيرة وأدوار كبيرة، لا هي كانت بسيطة وكانت تتكون من طابق أو طابقين. كانت بتتكون من إيه؟ من طابق أو طابقين. ممكن هنا يجي ويقول لي بما تفسر اختلاف شكل المساكن عند المصريين القدماء، يعني ما كانش كل البيوت شبه بعضها. على فكرة مش عند المصريين القدماء بس، حتى هنا دلوقتي برضو في مصر بتلاقي ان شكل البيوت بتختلف من مكان لتاني، مثلا في العشوائيات بنلاقيها غير مثلا المساكن الموجودة على البحر او في الاماكن اللي هي موجودة في المناطق الراقية. طب ايه السبب في كده؟ قال لي بسبب اختلاف طبقات المجتمع، في ناس غنية وفي ناس فقيرة. فاجي اقول لك بما تفسر يعني ليه اختلاف شكل المساكن عند المصريين القدماء بسبب اختلاف طبقات المجتمع. بنى المصري القديم مسكنه من الطوب اللبن اللي هو طمي النيل وتميز به البساطة. بما تفسر اختلاف شكل المساكن عند المصريين القدماء بسبب اختلاف طبقات المجتمع. طيب تالت حاجة هنتكلم عنها الأعياد والمناسبات. هنا سنة تالتة في الأعياد، يا رابعة، سنة رابعة في الأعياد والمناسبات، كان المصريين القدماء يحتفلون بالأعياد. كان المصريين القدماء يحتفلون بالأعياد. طب زي إيه الأعياد اللي عندهم؟ قال لي أول حاجة أعياد التتويج. التتويج إيه اللي هي أعياد التتويج دي؟ اللي هي أعياد تتويج الإمبراطور. يبقى أول حاجة أول ملك اللي هو الفرعون اللي هيحكمهم، يبقى هنا أعياد التتويج. يبقى أول مثل أو من أمثال الأعياد بتاعت المصريين القدماء أعياد التتويج. طب تاني حاجة أعياد الفيضان والحصاد. أعياد الفيضان والحصاد. يبقى أول حاجة أعياد التتويج، وتاني حاجة أعياد الفيضان والحصاد. طب هنا يجي لي سؤال ويقول لي يحرص آلاف من السياح على زيارة مدينة النوبة بأسوان سنويا، يا ترى ليه؟ قال لي يا سنة رابعة دايما من كل سنة بيجي آلاف السياح عشان يحتفلوا مع مصر والعالم جميعا. طب بيحتفلوا بإيه؟ قال لي بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني اللي احنا كنا واخدينه في الدولة الحديثة. يبقى هنا اللي يحتفلوا مع مصر والعالم بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في يوم ميلاده ويوم جلوسه على العرش. تمام كده؟ يبقى هنا بيحرص آلاف السياح على زيارة النوبة بأسوان سنويا ليه؟ ليحتفلوا مع مصر والعالم بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في يوم عيد ميلاده ويوم جلوسه على العرش. ده مش بس كده يا سنة رابعة، ده كمان بتحرص جميع وسائل الإعلام على نقل هذا الحدث والذي يدل على براعة المصريين في علوم الفلك والهندسة في مصر القديمة. يبقى هنا بما تفسر يحرص آلاف من السياح على زيارة النوبة، أو يحرص آلاف من السياح على زيارة النوبة بأسوان سنويا. هنقوله بسبب أنهم يحتفلوا مع مصر والعالم بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في يوم عيد ميلاده ويوم جلوسه على العرش، كما تحرص جميع وسائل الإعلام على نقل هذا الحدث الذي يدل على براعة المصريين في علوم الفلك والهندسة في مصر القديمة. طيب لما يجي يقول لي من أهم الأعياد والمناسبات عند المصريين القدماء، أول حاجة أعياد التتويج وأعياد الفيضان والحصاد. يبقى أول حاجة أعياد التتويج، وتاني حاجة أعياد الفيضان والحصاد. وقلنا إن بيحرص آلاف السياح على زيارة النوبة ليه؟ اللي يحتفلوا مع مصر والعالم بتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في يوم عيد ميلاده ويوم جلوسه على العرش، كما تحرص جميع وسائل الإعلام على نقل هذا الحدث الذي يدل على براعة المصريين في علوم الفلك والهندسة في مصر القديمة. يبقى هنا اتكلمنا عن ايه؟ اول حاجة اتكلمنا عن الأسرة، تاني حاجة اتكلمنا عن المسكن، وتالت حاجة اتكلمنا عنها هي الأعياد والمناسبات. هنتكلم عن رابع حاجة يا سنة رابعة، وهي الملبس والزينة والرياضة. يعني كان شكل اللبس والزينة اللي كان بيستخدمه المصريين القدماء كان شكله عامل ازاي؟ قال لي هنا اهتم المصريين القدماء بالزينة ولبس الحلي بأنواعه. الزينة دي هي الزينة اللي كان بتتزين بها المرأة
والرجل كان عندهم دايما اللبس بتاعهم بيبقى مزخرف، وكان بيستخدموا الذهب في ايه، في الحلي. كما اهتموا بالتسلية وممارسة بعض الألعاب الرياضية زي عندنا هنا الكورة والحاجات دي، بس هما كانوا ليهم الألعاب الرياضية المميزة بتاعتهم زي لعبة الشطرنج، كان هي دي الألعاب اللي هما كانوا بيتسلوا بيها في وقت فراغهم. يبقى هنا ممكن أقول لك هنا اهتم المصريين القدماء بي الزينة ولبس الحلي بأنواعه، كما اهتموا بالتسلية وممارسة بعض الألعاب الرياضية. طيب هنتكلم دلوقتي عن آخر حاجة من مظاهر الحياة الاجتماعية، وهي دور المرأة في مصر القديمة. يا ترى المرأة كان لها دور في مصر القديمة؟ قال لي طبعا ده كان لها دور مميز جدا في مصر القديمة. وهنا بيجي لي السؤال ويقول لي اهتم المجتمع المصري قديما بالمرأة كأم وكملكة، يعني عطاني مثال للأم والملكة. طب أول حاجة هقولها، حيث أن مصر صاحبة أول قانون في العالم، مصر كانت أول أو صاحبة أول قانون في العالم، وكان بينظم علاقة المرأة بأسرتها وبمجتمعها، دورها إيه وواجباتها إيه سواء في أسرتها أو مجتمعها. كما أتاح المجتمع فرص العمل للمرأة في مختلف المجالات، فعملت في الزراعة والكتابة والطب والقضاء، كما أنها تعاونت مع زوجها في معظم الأعمال، وكانت تقوم مع أبنائها بأعمال الغزل والنسيج وغزل الكتان. يبقى هنا لما يجي يقول لي السؤال برهن على صحة العبارة أو دلل اهتم المجتمع المصري القديم بالمرأة كأم وكملكة، هقوله ليه؟ حيث أن مصر صاحبة أول قانون في العالم ينظم العلاقة بين المرأة وأسرتها ومجتمعها، أتاح المجتمع فرص العمل للمرأة في مختلف المجالات، فعملت في الزراعة والكتابة والطب والقضاء، تعاونت المرأة مع زوجها في معظم الأعمال، وكانت تقوم مع أبنائها بأعمال الغزل والنسيج وغزل الكتان. طب يا ترى المرأة هنا كانت بتعمل مع زوجها في معظم الأعمال زي إيه؟ قال لي زي أعمال الزراعة. زي أعمال الزراعة كانت دايما بتساعده في أعمال الزراعة، وكمان اشتغلت في الكتابة والطب والقضاء. في ليه؟ الطب والقضاء والكتابة، وكمان كانت تقوم مع أبنائها بأعمال الغزل والنسيج وغزل الكتان. يبقى هو ده دور المرأة في وعلاقتها في أسرتها ومجتمعها. طيب تعالوا بقى نشوفوا هنا أمثلة عن ضوء الأدوار العظيمة للمرأة في التاريخ المصري القديم. احنا كنا بنتكلم ان أم وملكة، احنا اتكلمنا دلوقتي وقلنا ان المرأة كانت كأم وملكة ليها دور مهم جدا في حياة المصريين القدماء. طب تعالوا نشوفوا بقى الملكة إياح حطب، اسمها ايه؟ إياح حطب. طيب مين إياح حطب؟ فاكرين الملك أحمس اللي خدناه ان هو كان بداية العصر الدولة الحديثة، اللي كان عصر الدولة الحديثة بنسميه العصر المجد الحربي، وهو كان عمل كبير جدا. كان ايه هو العمل اللي عمله؟ طرد الهكسوس من مصر. يبقى أحمس عمل ايه؟ طرد الهكسوس من مصر. طيب إياح حطب دي كانت أم الملك أحمس، طيب عملت ايه إياح حطب؟ طبعا لما كان فاكرين برضو لما احنا اخدنا ان كان في بداية طرد الهكسوس من مصر، كان عندنا كان زوجها الملك سقن الرع كان بيكافح ضد الهكسوس، وكمان كان عندها ابن كاموس الابن الاول، ده كان برضو بيكافح ضد الهكسوس، وهي دعمتهم هما الاثنين علشان يقدروا ان هما يكملوا الدور بتاعهم في طرد الهكسوس. طيب يبقى انا كده هي اللي قدرت ان هي تدعم زوجها، وبعد ما زوجها ما يأستش بدأت ان هي ايه تشجع اولادها ان هم ينزلوا ويحاربوا ضد الهكسوس عشان يدافعوا عن ارض البلد بتاعتهم وتبقى ايه مستقرة وآمنة. لما توفى ابنها برضو شجعت الملك مين؟ أحمس. طيب يبقى كده الدور بتاعها كان عظيم ولا مش عظيم؟ لا اعطت دورا عظيما في كفاح المرأة كملكة. يبقى هي كده دعمت زوجها وشجعت أبنائها على التضحية بأرواحهم للدفاع عن الوطن وتحرير أراضي. تاني حاجة بتقول قالك إيه، أعطت المثل الأعلى والقدوة لأمهات مصر العظيمات في تعليم أبنائهم القيم ومعاني الولاء والانتماء والمسؤولية والتضحية من أجل الوطن. كانت أي أم كانت ممكن لما تشوف زوجها أنه هو توفى كانت مش هتخلي أبنائها أن هم يروحوا ويدفعوا،
هتخاف عليهم من المدن ان هم ما يدافعوش عن اراضي وطنهم، لكن هي لا وضحت بابنائها ان هم ينزلوا ويدافعوا عن الوطن، اهم حاجه سلامه الوطن. فهنا دلوقتي اعطت المثل الاعلى والقدوه لامهات مصر العظيمات في تعليم ابنائهم قيم ومعاني الولاء والانتماء والمسؤوليه والتضحيه من اجل الوطن بكل غالي لدي، ما يهتموش ان هم مثلا ايه اللي هيدوا حتى لو ايه كلفهم ده روحهم. يبقى هنا لما اجي اقول لك برهن او قول لي الادوار العظيمه لدور المراه في التاريخ المصري القديم، قول لي بقى عن اياه حطب عملت ايه. يبقى اول حاجه الملكه اياه حطب اللي هي ام احمس دعمت زوجها اللي هو سقن الرع وشجعت ابنائها سواء كاموس او احمس على التضحيه بارواحهم للدفاع عن الوطن وتحرير اراضيه، وبذلك اعطت المثل الاعلى والقدوه لامهات مصر العظيمات في تعليم ابنائهم قيم ومعاني الولاء والانتماء والمسؤولية والتضحية من أجل الوطن بكل غالي لديهم حتى لو كلفهم ذلك أرواحهم. يلا نقولها مرة كمان. يبقى إيه هو دور الملكة إياه حطب اللي هي كانت أم الملك مين؟ أم الملك أحمس. طيب قال لك هنا دعمت زوجها وشجعت أبنائها على التضحية من أجل الوطن والدفاع عنه وتحرير أراضيه. عملت ايه كمان؟ قال لك اعطت المثل الاعلى والقدوه لامهات مصر العظيمات في ايه؟ في تعليم ابنائهم قيم ومعاني الولاء والانتماء والمسؤوليه والتضحيه من اجل الوطن بكل غالي لديهم حتى لو كلفهم ارواحهم. طيب دور الملكه حتشبسوت قال لك عملت على استقرار البلاد. فاكرين في الدوله الحديثه احنا كنا بنقول ان الملك احمس خاض المعارك ضد الهكسوس، وبعد كده جت الملكه حتشبسوت عملت على امن واستقرار البلد، وبعد كده رجعنا تاني في تحتمس بدات بالتجاره والفنون. رجعنا تاني برضو المعارك في عهد تحتمس وما بعده، بس في عهد الملكة حتشبسوت ايه اللي حصل؟ كان البلد مستقرة وآمنة وبدأت ان هي تهتم بايه بالتجارة والفنون. يبقى عملت على استقرار البلاد وتقدمها في مختلف المجالات. خلاص ما فيش حروب، الدنيا آمنة، هنبتدي ان احنا نركز ان احنا نطور في البلد. وتركت آثارا عظيمة تدل على براعتها في إدارة البلاد. يبقى حتشبسوت عملت ايه؟ عملت على استقرار البلاد وتقدمها في جميع مختلف المجالات، وتركت آثارا عظيمة تدل على براعتها في إدارة البلاد. يبقى احنا كده يا سنة رابعة أخذنا أمثلة عديدة لأدوار الأم أو المرأة العظيمة في التاريخ المصري القديم، وكان من أهم هذه الأدوار أول حاجة الملكة إياه حطب والتي دعمت زوجها وشجعت أبنائها على التضحية بأرواحهم وذلك للدفاع عن الوطن وتحرير أراضيه، وكما أنها أعطت المثل الأعلى والقدوة لأمهات مصر العظيمات في تعليم أبنائهم قيم ومعاني الولاء والانتماء والمسؤولية والتضحية من أجل الوطن بكل غالي لديهم حتى لو كلفهم أرواحهم. طب نيجي على تاني دور وهي الملكة حتشبسوت. الملكة حتشبسوت اتميز عصرها بعصر الاستقرار، عملت على استقرار البلاد وتقدمها في مختلف المجالات سواء في الزراعة سواء في الصناعة سواء في التجارة أو في الآثار أو في الفنون، تمام؟ وتركت آثارا عظيمة تدل على براعتها في إدارة البلاد، وده كان من أمثلة الأدوار العظيمة للمرأة في التاريخ المصري القديم. طيب هنا عندنا معلومة إسرائيلية سنة رابعة بتقول تحرص الدولة الآن على تمثيل المرأة في جميع المؤسسات، وبدأت تعزز وجودها وتدعمها في الترشح وخوض الانتخابات. انا دلوقتي بشوف في الانتخابات اللي موجودة حاليا ان المرأة مترشحة وبقوة للانتخابات في المجالس سواء المجالس المحلية او المجالس التشريعية. يبقى هنا المعلومة الإسرائيلية بتقول لي ايه؟ تحرص الدولة الآن على تمثيل المرأة في جميع المؤسسات، خلتها ان هي تشتغل في جميع المؤسسات، وبدأت تعزز وجودها وتدعمها في الترشح وخوض الانتخابات في المجالس سواء المجالس المحلية او المجالس التشريعية. كده خلصنا درسنا سنة رابعة، هنوصل لآخر حاجة وهو سؤال المتفوقين.
بيقول لي هنا هات دليل او برهن على صحة العبارة اهتم المجتمع المصري بالمرأة كأم وكملكة. احنا هل المجتمع المصري اهتم بالمرأة كأم وكملكة؟ اجاوب يا ميس. هل هو عمل كده؟ اكيد يا ميس وكان ليها دور كبير جدا. طب هات لي الدليل بقى في الورقة بتاعتك وهنعلمها الحصة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.